اهلا بيكم يا باشمهندسين، هعرض عليكم في الفيديو القصير دوت 10 مشاريع معمولين للجافا جي اي ابلكيشنز. هي عباره عن جيم بسيطه جدا، مقترح عليكم ان انتم تنفذوا واحده منهم كجزء من الكلاس ورك بتاع الكورس ك فاينل بروجكت. يعني خلينا نشير السكرين كده ونبتدي نرن على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، اول بروجكت عندنا هو تيك تاك تو او جي اي اكس او 3 في 3. خلينا كده نفتح الديستريبيوشن ونرن الكود. بانل بسيطة خالص فيها مجموعة من ال أو فورم فيها مجموعة بانلز. مجرد إن أنت لما تكليك أي بانل منهم يبتدي يشوف مين عليه الدور ويبتدي يكتب تكست جوه البانل دوت. وطبعا عندي جوه أريا 3 في 3 علشان تست مين هو الوينر. مثلا أنا هقول إكس أو اكس او كده، انا عندي اكس وينر اهو، واترك لي بورد وابتدي من الاول. ده اول مشروع. تاني مشروع عندنا هو الاكس او 4 في 4. خلينا نران كده نفس الفكرة، بس المرة دي يعني هيبقى عندنا 4 في 4. فمثلا هكتب اكس او اكس او اكس او اكس، كده انا عندي وينر برضه، هيبتدي يزود السكور واقدر اعمل كلير وابتدي اشتغل من الاول تاني. البروجكت اللي بعد كده كونكت فور 4 في 4 من غير كيبورد. خلينا نران كده. كونكت فور يعني المطلوب منك ان انت تجمع يا اما احمر يا اما اخضر. فمثلا انا عامل لو انا هدوس على اي، هما مجموعة بانلز طبعا الري 4 في 4، فانا لما بدوس على اي بانل فهو بيشوف مين اللي عليه الدور ويسقطها فيه. لو دوست في اي حته بقى، اي بانل في الرو ده، في الكولوم ده، انا اسف، في الكولوم ده يبتدي يسقط فيه. مطلوب منك ان انت تجمع 4. مثلا انا كده هجمع 4، انا عكيتها ولا ده كمان اقدر اهو. مش كده الاخضر فاز والحمد لله. فهو ايه، وطبعا بيقفل الجيم ويسود البانلز الفاضيه. ممكن الكلير بورد ده من الاول يفضل محتفظ بالسكور. خلينا نشوف فيرجن تاني، بس المره دي هستخدم كيبورد، ودي حاجه كويسه يعني. اقترح عليكم ان انتم تعملوها، يعني ان انا هبتدي كمان اتحرك بالكيبورد. فانا عشان اتحرك بالكيبورد تخليني اشوف فيرتشوال كيبورد، كيبورد او اون سكرين كيبورد، عشان ابتدي اوريكم بس الحركه بتاعتها. انا مش هتفرج غير بالاسهم، فانا واقف هنا فهبتدي مثلا اقول له يمين، سمع الصوت. فانا كده لما ادوس تحت هيروح ايه، منزل الاحمر كده الدور على الاخضر. احمر برضه، اخضر، احمر، هكسر الاحمر يعني كده. الاحمر كسب اهو، طبعا بيشيك وبيخلص وبيساوي بقيه البانلز وبيقول لك ان الاحمر هو اللي كسب. تقدر تبتدي البورد وتبتدي بقى. تعال نشوف البروجكت اللي بعد كده. كونكت فور بس 5 في 5، ده من غير كيبورد. هم كل واحده يعتبر يعني تشالنج بالنسبه للليفل اللي قبله يعني. تمام، هم نفس الابلكيشن بس تشالنجين. مثلا هنا احمر اخضر احمر اخضر، هي كونكت فور طبعا دي الطف لان هم فور، فهيبقى في واحده فاضيه يعني منطقي يعني، فدي مور بروفيشنال طبعا من الثانيه. وفي الفيرجن اللي بعده اللي هو بالكيبورد، وده بيبقى لطيف قوي زي ما انتم شايفين كده، وفي ساوند وبتاع. برضه خلينا نشتغل بالكيبورد. احمر اخضر اخضر، طبعا انتم شايفين العامل بتاع اللي فوق ده عشان الحركه، هزقط فيه كأن انت ماسك القشاط يعني وبتشوفه هينزل في انه طلم يعني. وطبعا دي لطيفه لان انت عندك مساحه فاضيه تقدر تتحرك، مش 4 في 4 وخلاص. الجيم اللي بعد كده سنيك، وده لطيف برضه. هو عبارة عن بانل، البانل ديت أو فورم جواها ليبل، جواها سوري بانل، وجواها بانلز 10 في 10، وفيها تايمر بتظبط السبيد. بيبتدي إيه
ده التارجت الازرق، والاحمر ده هو يعتبر السنيك. برضو هنا الكيبورد شغال، انا محتاج الاون سكرين كيبورد برضو عشان احرك. بص معايا كده، كده انا اكلت الازرق وكده سوري، فبقى الاثنين بدل ثلاثة وبيتحرك. ممكن تسرع التايمر، مش اكتف ليه مش عارف. ماشي، بعد كده مثلا هاكل الازرق، فكده هيبقى ثلاثة حمر بعد ما ياكلوا. اوكي مانس اون، وطبعا اخر الجيم ان هو ياكل نفسه يعني، او يخبط في نفسه. عمره هاوس في نفسه عشان قصير يعني، بس مش مهم. مع كل حاجة بياكلها بيزود السكور. بعد كده عندنا البروجكت اللي بعد كده، عندنا سوليتير دي اكستند للفكرة بتاعت الكاردز اللي كنت وريتها لكم في المشاريع بتاعت الاوبجكت اورينتد. بس المرة دي هنعمل اري كبيرة شوية، فيها بقى يعني كورد فيها 52 كارد. أول حاجة فنطهم أراندمايز، بعد كده أريندر. المفروض إن أنا أشوف الحاجات السيميلر يعني، مثلا كده فتحت ده مثلا ده كوين، ده سوري ده كينج، كده أشوف واحد تاني ستة. ما اقدرش افتح واحد تالت لان انا بكشف اتنين، فهشيل الستة واكشف واحد تاني. اتنين واحد تالت طبعا هتلا صح. هو المفروض ان كل لعيب بيلعب يعني يكشف واحدة او الثانية. خلينا اجرب كده انا سواب كده، ايه دي تشيت يعني، الاتنين دول المفروض ان هم هياكلوا بعض. انا اقول له دي كوين ودي كوين، الله بقوا 50 كارد ولا 52. خلينا نشوف حاجة تانية اهو، كينج وكينج اهو. ماشي انا هقول له كينج اهو، ايه ده مش هو ده، ده هو ده. بص بقى تاني 40 اند سو. اوكي لطيفه برضه، لحد ما تخلص الكروت سوليتير تلعبها مع واحد لنفسك، تلعب مع تو بلايرز اثنين سي ان سنيك اند لادر سلم والتعبان. كلين اوبن ده برضه ميت ميت اسمها ايه ديت، ميت يعني هي الفورم فيها ميت بانل صغيره، وكل بانل بتبريزنت سيل من واحد ل 10. المفروض مثلا انا دلوقتي هقول له بلاي الدور على الاخضر، فهقول له بلاي، فده هيبقى رقم راندوم نمبر، راندوم جنريتور من زيرو من واحد لسته. فكده لعب اربعه، فالاخضر اتحرك يعني هي أول واحدة عايزة تتظبط يعني، يعني واحد وأربعة المفروض يوفر خمسة في ستة. بعد كده تاني لعب، أنا هنا دلوقتي الدور على الأحمر، الأحمر في ستة، هقول له بلاي ثلاثة، فهو ستة وثلاثة تسعة، طلع في 31 عشان السلم. بعد كده الأخضر عليه الدور واقف في 10، هيلعب واحدة بقى في 11. بعد كده أقول له الأحمر في 31، الأحمر 4 بقى في 35. بعد كده الدور على الأخضر في 11، 4 بقى الأخضر، طلع 1 2 3 4 5، وراح طلع سليم بقى 97. بعد كده أقول له بلاي كمان، الأحمر اتحرك، الأخضر هيمشي واحدة هيبقى 98 أو هيمشي بقى. بعد كده هلعب الظهر تاني، النرد تاني، يبقى ده واقف فيه 36، أقول له واحدة واحدة بقى 37. مش هي حتة اللون ده عايز يتعالج، الأخضر كسب يعني. دي برضه فكرة الإيه، السنيك أند لادر. الكارت العادي اللي هي 4 في 4، لا مش كده، يبقى عندي زي بوردة في 4، كل 3 لعيبة سوري لا لاعبين، 2 لعيبة، كل لعيب هيبقى معاه 4 كروت. وبعد كده في عندنا ده اللي بيسحب منه، وده اللي هو الأرض. فخلينا نرندمايز نوزع كروت،
يعني محتاج أظبط الكود شوية، ثانية واحدة كده أشوف. أوكي، هو كان الباص بس بتاع الكارد ما كانش مظبوط، أنا ظبطته. خليني نران تاني بقى. دلوقتي دي يعتبر اللي هي البلاي بورد، فيها 3 × 4 ب 12 كارت، حد ستربتد توزع 8 كروت، أسواد هما كده مقلوبين. طبعا أنا مش شايف حاجة، فالبلاير الأولاني هيلعب كارت. البلاير التاني لعب كارت، هو كارت ما بيظهرش على الأرض. رن الأول، معلش، رن تاني أوبن، خلينا نرندمايز الكروت، خلينا نوزع كروت، أول حاجة اللاعب الأولاني هننزل رقم 1. برضه في ايرور في الكود، فمعلش عذرا، معلش انا ظبطت الكود اهو. كان برضه كان الباص ما كانش مظبوط بتاع الصور. خلاص انا كده هراندمايز، هبتدي اوزع كروت. المفروض طبعا تبقى مقلوبة ومحدش شايف، بس انا هلعب على المكشوف. يعني هنزل رقم 1 اهو، هنزل رقم 2، مفيش يعني حاجة شبهه. لو نزلت الجاك المفروض يقش الأرقام، يعني مش عارف أقشها شوية. الجاك ده قش الأرقام وبقى بلاير 1، بقى عنده 27، وبعد كده 10 9، بص الاتنين يساوي بعض. أوزع تاني مثلا 10، هياخد 10 مع 10، نجمعهم على السكور بتاع البلاير الأولاني. بعد كده هروح ننزل مثلا رقم 3، بعد كده هنزل رقم 8، نزلت رقم 2، نزلت رقم 5، كده سحبت 5 مع 5. هو مش بيقليبل الأرقام اللي هي يعني ما فيهوش حتة اللي هو المجموع، بياخد الأرقام اللي شبه بعضه بس. أنا نازل الترتيبين اللي فاضلين ده، قش الرقم فالاستريبيو التاني، هوزع تاني في عدد الكروت اللي بتوزع 24 لحد ما اوصل 52. طبعا مثلا سي هنزل 6، هنزل 3، هنزل 4، هنزل 8، هنزل 4، هنزل 5، and so on، 8 مع 8. يعني دي اللعبة، ممكن يكون اللوجيك بتاعك بالظبط سيكا، بس تمام. يعني اخر بروجكت عندي هو النيوز بيبر بوت، ده برنامج بسيط كده بيشتغل على كونسبت الداتا ستراكشر شويه. ان انا عندي البيبر بوت دوت عباره عن كلاس، الكلاس دوت فيه مجموعه من النيوز بيبر. انا ببتدي اكريت النيوز بيبر اللي موجوده في الاوبجكت دوت عن طريق ان انا بدخل رصيد الايدنتيتي 0. فانا عندي كلاس اسمه نيوز بيبر وكلاس اسمه بوس، والبوس دوت بيكريت فيه اكتر من array من النيوز بيبر. دلوقتي النيوز بيبر ديت ما فيهاش ولا واحده، هكريت اول نيوز بيبر. هبدا ادخل مثلا اول حاجه مثلا الاهرام، والبالانس بتاعها هحطه مثلا 20، وبشتريها ب5 جنيه، ببقى مثلا ب5 جنيه وربع. كده هزود، كده بقى عندي 20 رصيد. هدخل جورنال تاني، فهكريت في الاراي another object من الجورنال التاني اندكس واحد. هنزل مثلا الأخبار، ومثلا هقول له عندي منهم 30، وبشتريها ب6 جنيه، وأبيعها ب6 جنيه ونص، وأقول له أبلاي. كده بقى عندي الاتنين، هبتدي مثلا أقف على أي واحدة فيهم وأبيع. هبيع أخبار، بعت بقى 29، بعد كده بعت 1 2 3 4، هو عمال يجمع. أنا تكلفة المبيعات كام؟ إجمالي المبيعات كام؟ الفرق هو المكسب. وعمال كل ما بيع بيخصم من الرصيد. اخر يوم اقول له تقرير، يقول لك انت عندك رصيد من دي كام عشان ارجعه، وعندك رصيد من دي كام. وطبعا دي دايناميك، لان ممكن في اي لحظه راح يدخل حاجه جديده، يدخل مثلا المصري جنيه، وعندي منها مثلا 15، وهي مثلا ب 10 جنيه، وببيعها ب 11، واقول له ابلاي هيزيد، وابتدي ابيع.
هيظهر لي يطرح ويزود، والتقرير يظهر فيه مصري ممكن يسيف بقى وبتاع. طيب هقول له سيف اللاست ستيتس، هسيبه على الدوكيمنت، هسميه مثلا N1، هقفل البرنامج بتاعي وافتح البرنامج بتاعي تاني وفايل اوبن، افتح اللي هو N1 وانا ما سيبتهوش. لا طلع لي الدنيا فيها ايه، انا اجمالي مبيعات، وطلع التقرير يقول لك افرح مثلا بعت، ما بعتش حاجه، بس بعت مصر يوم، بعت 13، بعت مصر يوم، اطلع التقرير، بص انا كسبان 5 جنيه، ايه الشغلانه اللي جايبها من هذه؟ طيب سيف، سيف على ان 2 حلو. خلينا ران تاني ولو اخر ستيتس كان عندي. طلع التقرير هلاقي نفس الرصيدة اللي كانت موجودة قبل كده. آخر بروجكت عندنا هو بقى ربنا فتح الراجل بتاع الفوت دوت وعمل سلسلة فوتز. يعني أول حاجة مثلا عنده الكشك مثلا رقم 0، فحط فيه مثلا افتح البتاع ده وأروح فاتح منه N2، فظهر لي التقرير بتاعه أنا كسبت 5 جنيه خروج. رجعت البرنامج الأصلي بتاعي، تقريبا بص بقى عندي بوست نمبر 0، كسبان 5 جنيه، بوست نمبر 1 مفهوش حاجة، مثلا افتح بوست نمبر، وأنا مش عارف إيه الأخبار من الأهرام، من الأخبار المصرية المظبوطين، ممكن عشان بالعربي. طيب أفتح مثلا جروب بوست نمبر 2، بوست نمبر 1، أفتح أدخل أرصدة 1 إن 1 مثلا، خلينا نكتب إنجليزي المرة دي، إن 1 بالانس 10 وببيعه ب 3، وهنا 3.5، ودي مثلا أدخل رصيدتين N2 بالانس 40، نت برايس 3، نت برايس 3.60، أي حاجة. بعد كده هقول له بقى بيع 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 بيع، تقرير أنا كسبت هنا جنيه، خلينا نسيف ده، خلينا نسيبه N2.2. معايا بقى تقديرك دلوقتي، بص بقى عامل ازاي، البوس نمبر 0 كسب 5 جنيه، البوس نمبر 2 بايع كسبان جنيه و90 قرش، بوس 2 و3 لسه ما فهمش حاجة، جمالي السلسلة بتاعتك كسبنا واحد من 5 جنيه، واحد كسبنا في جنيه، يبقى دلوقتي 6 جنيه و10 سنت and so on. يعني بوس نمبر 2 بوست نمبر 0، ماشي خلينا نسيبه على وضعه ده، خروج خلينا نسيب ده كله على بعضه، هنسميه ان مثلا، ون في الاستراكشر كله على بعض. هرن تاني
هفتح بقى فايل اوبن. انا كنت مسميه ام الأولاني كاسب 5 جنيه، الثاني كاسب جنيه 90 قرش، يبقى أنت كده جمالي تقريبا كاسب 6 جنيه و10 قروش. بس غير سيارته ممكن تزود بقى إيه، يعني هو برنامج كبير شوية وستراكتشرد شوية، في نستد كلاسز ونستد اوبجكتس، وكل اوبجكت من النستد جواه array of اوبجكتس تانية اللي هي النيوز بيبر. بس برنامج عملاق يعني، يعتبر ايه فيري جود براكتس لكل اللي احنا فيه. شكرا جزيلا يا شباب، تحياتي، وان شاء الله يعني تستمتعوا بالشغل في المشروع باذن الله. شكرا جزيلا.